into Arabic, just make sure that you just click on the Arabic channel. Muhammad Karam. الشباب اللي حاضر معانا اونلاين حد سامعني؟ Please, do you follow? Can you follow me? Those who are following this meeting online, can you hear me? Next to the actions, we have an icon called interpretation. Can you see it? How does it look to the language interpretation? أيوة، هتختار منها الإنجليزي. دي عشان الأستاذة أمل حتى هي اللي هتسمع صوتها هي بالترجمة. If you want to listen to the translation from English into Arabic, just click the English channel. طيب حد تاني حد تاني من اللي حاضر معانا اونلاين حد تاني من اللي حاضر معانا اونلاين يا ريت ياكد ان هو فاهم القصه دي تمام يا دكتور so they're all following now خلاص مس انا كيارا so مس انا كيارا yes hello good morning Good morning. Good morning, everyone. Can you hear me well? هل حضراتكم سامعين صوتي كويس؟ برضو يمكن برفع الأيدي أو بهز الرأس يعني بالإيماء ممكن حضرتك تقول لنا حضراتكم سامعين ولا لأ؟ برفع الأيدي هل حضراتكم سامعين برفع الأيدي ممكن ممتاز. Okay, perfect. عظيم جدا. هل نبدأ مع حضراتكم أيضا برفع الأيدي؟ هل نبدأ؟ Okay, so ممتاز جدا. هعرض على حضراتكم الآن العرض المقدم من جانبي، أتمنى أن حضراتكم تستطيعوا رؤية الكلام بشكل واضح. هل حضراتكم شايفين البرزنتيشن بشكل جيد؟ برفع الأيدي أيضاً. Yeah. I guess. Perfect. Thank you. ممتاز. صباح الخير للجميع. رمضان كريم للجميع في البداية. يسرني جداً أن أكون معكم اليوم. أأمل أيضاً أن يكون لدينا اليوم ندوة دراسية جيدة ولكن الهدف من العرض اليوم نحن نتحدث اليوم عن فرص الاقتصاد الأخضر وسلاسل القيم في محافظتين وهذا بناء على خبراتنا الشخصية وتجربتنا الشخصية في صعيد مصر منذ عام 2014 نحن نعمل هناك كيونيدو في الأقصر في أسوان سوهاج قنا ونحرص على تعزيز وتنمية الاقتصاد الأخضر وفرص الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم لنعرض لكم خبرتنا الميدانية العملية بشكل مباشر أيضا هذه فرصة ونتوجه بالشكر إلى حكومة سويسرا على الدعم السخي والتمويل السخي المقدم لدعم هذا المشروع المنفذ في مصر المشروع يتم تنفيذه من قبل منظمة اليونيدو اليونيدو هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ونحن معا نعمل أيضا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة أيضا نعمل مع جهات شريكة أخرى منها على سبيل المثال وزارة البيئة وأيضا اتحاد الصناعات المصرية ونعمل أيضا مع هيئة المشروعات الصغيرة متوسطة الحجم وأيضا نعمل مع القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص يريد أيضا منظمة التنمية
الصناعية نحن نعمل بشكل خاص من أجل تنمية الصناعة، ونعمل أيضا على تعزيز وترويج التنمية الاقتصادية والاقتصاد الأخضر الشامل وفرص الأعمال الخضراء وسلاسل القيم في الأقصر والقنا. أيضا نعمل مع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ومتناهية الصغر، ونعمل أيضا مع القطاع الخاص في مجال صناعة الغذاء وتنمية الصناعات الغذائية. أيضا نعمل بشكل مباشر أيضا مع التنوع البيئي، نعمل أيضا مع الصناعات الزراعية، ونتوجه بشكر يا دكتور أحمد على تنظيم هذه الندوة الدراسية، وأيضا نعرب عن اهتمامنا بهذا التعاون مع كلية العلوم وكلية الزراعة بهدف دعم وتعزيز هذه الدورات التدريبية بهدف تلبية الطلب وتلبية الاحتياجات القائمة على مستوى السوق. إذن دعوني بشكل سريع أركز اليوم على مجالين أساسيين. نتحدث اليوم عن أمرين هامين. هذا الأمر هام للغاية لتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر وتعزيز الاقتصاد المصري. المخلفات بشكل عام، المخلفات والطاقة الشمسية، الفضلات والمخلفات والطاقة الشمسية. في البداية أود أن أسأل حضراتكم وأعطي حضراتكم فرصة لكي نتعرف على حجم المشكلة وحجم التحديات القائمة، وأيضا نتعرف على حجم الفرص المتاحة. أسأل حضراتكم بشكل سريع سؤال حضراتكم، سواء حضراتكم في الجامعة والحاضرين من جانب الجامعة وأيضا الحاضرين على الإنترنت، ما هي كمية الفضلات الصلبة التي بيتم إنتاجها سنويا في مصر؟ هل 31 مليون طن، أم 90 مليون طن، أم 21 مليون طن؟ ما هي الحجم كمية النفايات والفضلات الصلبة التي تنتج سنويا في مصر؟ برفع الأيدي السادة الحضور في الجامعة، ونستطيع أن نستمع إلى الدكتور أحمد، وأيضاً أما الحضور على الإنترنت نستطيع أن نستخدم الشات كانت الدردشة أو كانت الشات موجودة عند حضراتكم سواء باللغة العربية. تعالوا نخمن بشكل سريع، ما هي كمية النفايات والفضلات الصلبة التي تنتج سنوياً في مصر؟ 31 مليون، 90 مليون، 21 مليون طن، بشكل سريع. ما هي الإجابة؟ إيه رأي حضراتكم؟ معنا أحمد بيعتقد إن هي 31. كويس كويس. من أيضا بخلاف أحمد؟ في حد معاكم تاني يحب يخمن؟ هل آخرين؟ هناك آخرين؟ 31 31. Okay, so it's 90. It's 90 million tons. الإجابة الصحيحة هي 90 مليون طن. الإجابة الصحيحة 90 مليون طن. ودي بيانات مستمدة من عام 2016. وأيضا إذا خدنا في اعتبارنا معدل النمو المطرد 2.5% سنويا، هذا معناه إن بعد سنتين هذه الكمية 90 مليون طن 2016. ربما نصل الآن إلى 95 مليون طن من الفضلات بشكل سنوي. سؤال حضراتكم، ما هو مصدر المخلفات الصلبة الذي يستأثر بأكبر حصة من النفايات الصلبة في مصر؟ هل المصدر الرئيسي النفايات الزراعية، أم النفايات الحضرية البلدية، أم المخلفات الصناعية؟ أي مصدر من المخلفات الصلبة يستأثر بأكبر حصة من النفايات الصلبة في مصر؟ زراعي، حضري، صناعي؟ تخمين سريع بشكل سريع، ما هو تخمين حضراتكم؟ أكبر مصدر مخلفات صلبة يستأثر بأكبر حصة من النفايات الصلبة في مصر. أيضا هنا لدينا على الشات، إيه رأي حضراتكم؟ الأجريكالشرال. مين تاني؟ agriculture جميعهم متفقين agriculture very good and it's indeed عظيم جدا عظيم جدا بالفعل هي الزراعة بالفعل
ملايين 31 مليون من المخلفات الزراعية بشكل سنوي، وهذا وفق جهاز شؤون البيئة لعام 2017. أيضا فيما يتعلق بمحافظة الأقصر لدينا تقريبا 440 ألف طن سنويا تقريبا، وفي محافظة قنا لدينا 887 ألف طن سنويا مخلفات زراعية. أما فيما يتعلق بالنفايات الحضرية من الحضر فهي أيضا تستأثر بنحو 21 مليون طن أي 23%. محافظة الأقصر تنتج تقريبا 139 ألف طن سنويا من المخلفات البلدية، محافظة قنا 565 ألف طن سنويا، وذلك وفق بيانات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لعام 2018. أما فيما يتعلق بالنفايات الصناعية أو المخلفات الصناعية فهي هنا تستأثر ب 5% أي ما يقدر ب 4.9 مليون طن سنويا. أيضا هنا لدينا في هذه الرسم البياني لدينا هنا توزيع المخلفات الصلبة في مصر ومصادر إنتاج المخلفات الصلبة في مصر. هنا لدينا بالفعل مخلفات صناعية، مخلفات من الحضر من المدن، لدينا أيضا مخلفات من تنظيف الترع والقنوات، من البناء، من التشييد، من الزراعة، من المواد الطبية. أيضا كما نرى أيضا الأمر هنا يتفاوت ويختلف من محافظة إلى أخرى. أيضا فيما يتعلق بالجدول جهة اليمين لدينا هنا أيضا توزيع لبعض الأجانب بالجانب المختلفة ما نحدث عن المخلفات الزراعية. لدينا هنا أيضا تنوع في مصادر المخلفات الزراعية. على سبيل المثال لدينا هنا بقايا المحاصيل الزراعية، لدينا على سبيل المثال قش القمح، لدينا كما نرى هنا في هذا الجدول crop residues بقايا المحاصيل، ولدينا هنا توزيعها في صعيد مصر وفي الدلتا. أي من هذه البقايا نستطيع أن نجده ونعثر عليه في صعيد مصر، وأي منها نستطيع أن نجده ونعثر عليه في الدلتا. على سبيل المثال لدينا بقايا في صعيد مصر، الموز على سبيل المثال، قش الأرز، طماطم، التمر. أما فيما يتعلق بالقطن والكتان فهذه موجودة في الدلتا، القطن وعيدان القطن وأيضا قش الأرز هي في الدلتا. ما هي أهمية هذه البيانات؟ مهم جدا أن نتعرف على مكونات هذه المخلفات وتوافرها وتواجدها، ومن خلال التعرف على الأماكن التي تتوافر هذه المخلفات نستطيع أن نحدد الفرص التجارية المتاحة أمامنا، وبناء على هذه البيانات نستطيع أن نقوم بالتخطيط ونستطيع أيضا أن نحدد فرص السوق وفرص العمل التجاري والنشاط التجاري، ونستطيع أن نخطط العمليات بناء على ذلك. إذن معظم المخلفات الصلبة هي مخلفات زراعية، ولكن أيضا بالإضافة إلى ذلك وداخل أيضا المخلفات الحضرية من الحضر، إذا رأينا أمام حضراتكم الشاشة وتركيبة هذه المخلفات التي تأتي من مصادر حضرية وبلدية، نرى هنا أن الغالبية العظمى هي مخلفات عضوية أورجانيك. كما نرى هنا 60% تتكون من بقايا عضوية، أما 13% من هذه المخلفات هي بلاستيكية، 10% من الورق الكرتون، 4% من الزجاج، 2% من المعدن. مرة أخرى كثير من النفايات تأتي من الحضر هي نفايات ومخلفات عضوية، والأمر يختلف من محافظة إلى محافظة ويختلف أيضا من الحضر إلى الريف. من وجهة نظر حضراتكم سؤال آخر، ما هي نسبة الفضلات العضوية في المناطق الريفية؟ نسبة الفضلات العضوية في المناطق الريفية قد قلنا هنا على المستوى الوطني في المتوسط 60% بقايا عضوية، أما عن المناطق الريفية من حسب وجهة نظر حضراتكم ما هي نسبة الفضلات العضوية في المناطق الريفية؟ هل هي 50-60%، تتراوح ما بين 60-70%، أم تتراوح ما بين 70-80%؟ وجهة نظر حضراتكم، خلونا ايضا تقديريا راي حضراتكم. انا هقول الرقم واللي موافق عليه يرفع ايده. 50 to 60 60 to 70 بعدين ايه ها
opportunity to aid. So, الغالبية هنا 70-80%. Excellent, and that's correct. Indeed, you know, rural areas generate more organic residues than urban. الفضاءات العضوية في المناطق الريفية كبيرة مقارنة بالمناطق الحضرية. هذا فقط فكرة عامة بشكل سريع. إذن تقريبا ثلثي الفضلات العضوية تأتي بالفعل من بقايا أطعمة، من بقايا الأطعمة. وثلث واحد هو روث البهائم والحيوانات 13% من البلاستيك 10% من الورق 4% من الزجاج. مرة أخرى نسبة كبيرة أو حصة كبيرة من النفايات البلدية الصلبة هي بقايا عضوية جزيئية. هذا يعطينا فكرة سريعة مرة أخرى عن حجم القضية التي نحن بصدد التعامل معها وأيضا الفرص المتاحة أمامنا للتعامل مع هذه القضية. مرة أخرى في مصر الحكومة المصرية ووزارة البيئة بشكل عام تسعى إلى تنفيذ وتطبيق العديد من الأساليب والطرق بهدف التعامل مع التعقيدات الموجودة داخل هذا القطاع، قطاع التعامل مع المخلفات والفضلات. لدينا الكثير من الخبرة في هذا المجال، وعلى الرغم من هذه الخبرة لكن هناك أيضا كثير من النفايات الصلبة التي تنتج في مصر لا يتم إدارتها بشكل جيد، وهذا بناء على المراجعة العامة الطوعية التي قامت بها مصر. قدر معدل تغطية خدمات جمع النفايات الصلبة ب 40% فقط، وأيضا 2.5% فقط من النفايات الصلبة يعاد تدويرها. وأيضا فيما يتعلق بالمخلفات والفضلات الزراعية تقريبا تتراوح نسبة المخلفات الزراعية التي لا يتم حرقها في الحقول والتي لا يتم التخلص منها بشكل آمن ما بين 40% إلى 50%، وبسبب تواضع ممارسات إدارة النفايات الصلبة على المستوى المحلي يتكبد الاقتصاد المصري حوالي 0.2% خسارة من الناتج المحلي سنويا. مرة أخرى خسارة تقدر بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. قد يظن البعض أن هذا الرقم صغير، ولكن الناتج المحلي تقريبا 300 مليار دولار، و 0.2% ربما تبدو مقدار صغير ولكنها في واقع الأمر تقدر بالملايين. 700 مليون خسارة وهدر بسبب تواضع ممارسات إدارة النفايات الصلبة على المستوى المحلي. بسبب تواضع هذه الممارسات يتكبد الناتج المحلي الإجمالي خسارة كبيرة. وبالإضافة إلى هذه الخسائر الاقتصادية يمكن أيضاً أن تتسبب المخلفات الصلبة في تدهور الترع والقنوات وتدهور الأنشطة الزراعية وتردي جودة منظومة المياه. أيضاً العمليات البيولوجية والكيميائية التي تتم داخل مدافن النفايات تتسبب في كثير من المواد المرتشحة، وأيضا حرق بقايا المحاصيل يؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون والميثان وغازات الدفيئة الأخرى وجسيمات مختلفة، ويتسبب هذا الدخان في مشاكل صحية كبيرة. نحن نعلم جميعا أن هذا الدخان يتسبب في تردي المناخ العام وفي مشكلة المناخ بشكل عام، ولكنه أيضا يتسبب في مشاكل صحية. إذن المشكلات لا ترتبط فقط بتواضع الاقتصاد ومشكلات اقتصادية، ولكن هناك أيضا مشكلات صحية تترتب مع هذا الأمر. على سبيل المثال هناك مواد مسرطنة يتسبب فيها هذا الدخان. أيضا الدخان يتسبب في مشاكل تتعلق بالسلامة على الطرق وداخل البيوت وداخل المنازل، وهذا يؤدي إلى انتشار الآفات وتفشي الحشرات والآفات داخل المنزل. ربما هذه هي أخبار سيئة، ولكن دعونا ننتقل إلى بعض البشرى السارة أو الأخبار السارة أن هناك فرص متاحة. سوف أتحدث عن هذه الفرص الجيدة المتاحة، وهذه هي الأخبار السارة بعد أن تحدثنا عن بعض الجوانب السلبية. أولاً نستطيع بالفعل أن نستغل هذه في إنتاج خدمات مختلفة، منتجات مختلفة. على سبيل المثال هذه الفضلات نستطيع أن نستخدمها في أعلف الحيوانات وفي منتجات مختلفة على مستويات مختلفة.
على سبيل المثال المخالفات نستطيع أن نحولها إلى على سبيل المثال مصادر لإنتاج الطاقة، مصادر لإنتاج السماد العضوي، مصادر لإنتاج العلف الحيواني. نستطيع أيضا أن نستخدم هذه المخلفات في تصنيع الأثاث، في قطع الأثاث، قطاع إنتاج الأثاث يستطيع أن يستفيد من هذه المخلفات. مرة أخرى نستطيع أن نستغل هذه في سلاسل قيمة مختلفة، في سلاسل قيم مختلفة، في الطاقة على سبيل المثال، في الصناعات الغذائية، الفركتوز والجلوكوز والكوبين والبكتين. نستطيع أيضا أن نستخدم هذه المخلفات في الأدوية، في مستحضرات الأدوية وفي المركبات البيوكيميائية. نستطيع أن نستخدم هذه المخلفات في الغزل والنسيج وفي صناعة الأصباغ المستخدمة في الغزل والنسيج. نستطيع أن نستغلها أيضا في المشغولات اليدوية. إذن هناك فرص تجارية مختلفة متاحة في السوق، نستطيع أن نستغل المخلفات فيها. إذا بالفعل أردنا أن نحسن استخدام هذه المواد ونعظم الاستفادة منها، ونستطيع بالفعل أن نقدم لهذه المجتمعات الريفية فرص عمل، فرص تجارية تستغلها، ومن خلال هذه الفرص التجارية نستطيع أن نفتح أسواق ونستطيع أن نوفر فرص أعمال. إذن لقد تحدثت حتى هذه اللحظة باستفاضة عن فكرة المخلفات والفضلات، ولكن دعوني الآن أتحدث بمزيد من التفصيل والاستفاضة عن الفرص التجارية المتاحة. ولكن نقطة أخرى مهمة جداً ونقطة هامة للغاية لا يتم تناولها بالشكل الكافي، فكرة الطاقة الشمسية. فكرة الطاقة الشمسية، تقع مصر على الحزام الشمسي، هناك ما يطلق عليه حزام شمسي، وتقع مصر على هذا الحزام الشمسي، ونحن هنا نتعرض لكميات من الإشعاع الشمسي بشكل كبير للغاية. الإشعاع الشمسي التي تتعرض له مصر يتراوح ما بين 2000 ل 3000 كيلو وات ساعة بشكل سنوي من الشمال إلى الجنوب. نستطيع هنا أن نرى على هذه الخريطة النطاقات المختلفة الإشعاع الشمسي ونطاق التعرض للإشعاع الشمسي في مصر. وطبعا كل ما اتجهنا نحو الجنوب كل ما ارتفع مستوى ومعدل الإشعاع الشمسي، كل ما اتجهنا نحو الشمال قل هذا التعرض ومعدل التعرض. أيضا متوسط سطوع الشمس في مصر يتراوح من بين 9 إلى 11 ساعة يوميا، وهذا معناه أن المحافظات التي تقع جهة الجنوب تتمتع بإمكانات ومقاومات عالية. كلما اتجهنا نحو الجنوب كلما ارتفع معدل الإشعاع الشمسي، وبالتالي محافظة قنا ومحافظة الأقصر تتمتعان بمقاومات وإمكانات عالية تكفل لهما تسخير الطاقة الشمسية، تكفل لهما تسخير الطاقة الشمسية في مجالات مختلفة، في مجالات صناعية، في مجالات توليد الطاقة الشمسية، وأيضا على نطاق صغير في مجال صناعات صغيرة على سبيل المثال. أؤكد أيضا مرة أخرى أنه مع التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا في الطاقة الشمسية يتيح الفرصة أمام استغلال هذه الطاقة، وأيضا انتقال مصر بعيدا عن نظام الدعم والتوقف عن نظام الدعم، واستغلال الطاقة المتجددة. واستغلال الطاقة المتجددة هو أمر هام للغاية في مصر الآن. وفي إطار هذا المشروع الذي نحن بصدد تنفيذه لدينا هنا 9 سلاسل قيم. الرجاء دعونا دائما نضع هذه المعلومات نصب أعيننا ونتذكر هذه المعلومات. الطاقة الشمسية هي أمر هام للغاية، يتعرض كثير من الأحيان للتجاهل لكنه غاية الأهمية. لدينا هنا 9 سلاسل قيم مستهدفة في مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر. سلاسل قيم في مجال إدارة المخلفات الصلبة، وأيضا في إدارة الطاقة الشمسية وتسخير الطاقة الشمسية. لدينا هنا على الشاشة أمام حضراتكم 9 سلاسل قيم ندعمها. لدينا هنا كثير من السلاسل القيم، لكن لماذا قمنا باختيار هذه السلاسل؟ نظرا لأنها تتمتع بإمكانات ومقومات كبيرة، ومصر لديها قدرة تنافسية كبيرة للتنافس في هذه السلاسل 9. على سبيل المثال قرب جغرافي، القرب الجغرافي للمدخلات الزراعية. لدينا على سبيل المثال وجود طلب، ارتفاع معدل الطلب على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، وإمكانية التصدير. أيضا هذه السلاسل القيم 9
تتمتع بمقومات وإمكانات عالية، وأيضا تركز بشكل كبير أيضا على المدخلات البيولوجية العضوية المتجددة. وكما ذكرت من قبل هناك طلب عالي، يرتفع معدل الطلب على هذه المنتجات، ولكن هناك أيضا بعض نقاط الضعف أو مواطن الضعف التي نسعى إلى التعامل معها من خلال هذا المشروع وتدخلات. هناك تعاون رفيع المستوى ما بين الأطراف المختلفة القائمة على مستوى السوق ومقدمي الخدمات، ونسعى أيضا إلى توفير عمالة جيدة، وأيضا توفير معدات وأجهزة جيدة. سوف نتعرض إلى كل هذه الأمور. إذن لدينا بعض مواطن الضعف أيضا بالإضافة إلى بعض الفرص المتاحة. أيضا التمويل، مصادر التمويل، هام جدا أن نوفر مصادر تمويل لدعم هذه السلاسل التسعة، وأيضا الاعتماد على مصادر مختلفة وعلى علاقات تعاون مختلفة، وذلك بقصد خفض المعوقات والحواجز التي تحول دون تعظيم الاستفادة من هذه السلاسل التسعة. سوف نركز بشكل خاص، وفي إطار هذا العرض سوف أركز بشكل خاص على المخلفات، السلاسل القيم المرتبطة بالمخلفات، وسوف أركز أيضاً على السلاسل المرتبطة بالطاقة الشمسية، المخلفات، المخلفات الحضرية، المخلفات الصلبة، الطاقة الشمسية. ولكن كما نرى هنا بشكل عام لدينا كثير من سلاسل القيم، القصب، قصب السكر هام للغاية في قنا وفي الأقصر، المعالجة، التغلفة، تغليف التعبئة، التجهيز الغذائي، لدينا أيضاً الفواكه والخضروات، النباتات الطبية والعطرية. أيضاً قمنا بتحديد 10 فرص عمل، business opportunities، 10 فرص تجارية. هذه الفرص هناك مقومات جيدة تتمتع بها، على سبيل المثال لا تعاني من كثير من المعوقات والحواجز، إذن بشكل عام نستطيع أن نقوم بتنفيذها والاستفادة منها على نطاق صغير وعلى مستوى الشركات الناشئة والمشروعات الناشئة. أيضا هذه السلاسل لها تأثير اجتماعي إيجابي واسع النطاق، على سبيل المثال الخضروات والفاكهة، تجهيز الخضروات والفاكهة، لدينا أيضا علف الحيوانات والكومبوست والمخلفات الزراعية، أيضا البايوغاس، الغاز الضوئي في مجال الطاقة لأغراض المنازل وأيضا أغراض الزراعة. أيضا نعمل ونرى هنا أن هناك إمكانية للعمل في مجال الخدمات السوق وخدمات الزراعية لدعم المزارع ولدعم العمليات الزراعية ولدعم أيضا الأسواق الزراعية. الآن بالإضافة إلى، دعونا نرى ننظر إلى هذه السلاسل. فيما يتعلق بهذا العرض كما ذكرت هناك فرص تجارية، قد قمنا بتحديد بعض البيزنس اوبورتونيتيز، الفرص التجارية، قمنا بحصر الفرص التجارية التي نستطيع أن نستغلها والتي تستطيع أن تدعم المراحل الأولية والمراحل النهائية، العمليات الأولية والعمليات النهائية في سلاسل القيم. أيضا من خلال هذه الفرص نستطيع أن نحقق قيمة مضافة هي بالفعل عمليات أو فرص تستطيع أن تقدم قيمة مضافة، تستطيع أن تسهم في الابتكار، تستطيع أن تدعم كثافة رأس المال، تستطيع أن تحقق تكلفة التشغيل، كثافة العمالة والأثر البيئي. إذن لدينا بالفعل هذه المعلومات متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية. نستطيع أيضا أن نقدم لدكتور أحمد بعض من هذه البيانات، ونستطيع أن نوفر أيضا بعض النسخ المطبوعة من الإصدارات المرتبطة بهذا الأمر، حيث نستطيع أن نقوم بقراءتها والاطلاع عليها بشكل تفصيلي ونتعرف. سوف أطلب أيضا من زميلي الدكتور عادل أن يقوم بوضع الرابط الإلكتروني في خانة الشات. إذن لقد قمنا بالفعل
رسم خريطة الفرص التجارية، حصر الفرص التجارية، وذلك منذ عام 2014 في العديد من المحافظات عبر الكثير من القطاعات، خريطة الفرص التجارية وبدعم من الكثير من الأطراف المختلفة. الغرض من هذه الخريطة هو أن نحدد الفرص، opportunities، نحدد فرص العمل التجاري المتاحة، فرص اقتصادية، فرص هامة من المنظور الاقتصادي، فرص أيضا تحقق الربح الاقتصادي، ولكنها أيضا فرس سليمة من المنظور البيئي وتؤثر بشكل إيجابي على المجتمع. Sorry for the interruption. Go ahead. Are you moving the slides or you're just still fixed on the 9 BCs targeted? No, I moved. I moved to the next slide. You cannot see it? Yeah, we can't see it. Okay, let's try again. Can you see it now? It's called interaction between BCs and BCs. التفاعل ما بين سلاسل القيم وفرص العمل. الشريحة اللي احنا مركزين عليها حاليا هي التفاعل ما بين سلاسل القيم interaction. No, we can't see it. What about? So online they can Yeah, معلش يا جماعة نتأكد بس إن هي الشاشة أو الشريحة مكتوب على interaction between VCs. VCs هي value chains، سلاسل القيم، and business opportunities وفرص العمل التجاري. فهل حضراتكم شايفين هذه الشاشة؟ لا، إحنا شايفين اللي هي the 9 VCs targeted by inclusive and green growth. Yeah, I mean online they also the other. طب ماذا عن المشاركين الآخرين على الزوم؟ ماذا عن المشاركين الآخرين على الزوم؟ هل لدينا الشاشة دي واضحة ولا في أيضا الشاشة السابقة لازالت عالقة؟ Online we can see the interaction between various things. دكتور عادل أيضا شايف الشاشة الخاصة بالinteraction between VCs and business opportunities. أنا كمان كترجمة شايفة برضو. أنا I will shut down the camera so it might improve the internet speed. فعلا ربما غلق الكاميرا يساعد في سرعة كافية في الإنترنت يعني. نخليها كلها شباب المايك شغال
Okay, you could go ahead, Ms. Chiara. Sorry for this pause. No, no worries at all. Can you see now the slide interaction between value chains and business opportunities? Yes, we can see it. Okay, perfect. All right, so what I was saying is that, yeah, we have, in addition to analyzing the value chains, we have mapped the business opportunities within these value chains, filling gaps in these value chains, adding value to the value chains, but also providing supporting products, services, and technologies. These value chains, these business opportunities, are all characterized by high economic viability, environmental, and social impact. And this is based on a methodology that we have been developing and implementing in Egypt since 2014. For Luxor and Qena, في الأقصر وفي قنا العام الماضي. قمنا بتحديد أكثر من 51 فرصة عمل في سلاسل القيم التي تحدثنا عنها منذ قليل. أيضاً هذه السلاسل تتمتع بقدر كبير جداً من التنوع لأنها أيضاً بتتعامل مع نطاقات مختلفة. أيضاً تتعامل مع مشروعات متناهية الصغر مع مشروعات صغيرة الحجم متوسطة الحجم كبيرة الحجم. إذن لأن هنا نتعامل مع أيضاً نطاقات مختلفة فيما يتعلق برجال الأعمال ورواد الأعمال. إذن أيضاً هذه الفرص فرص العمل التي قمنا بتحديدها ورسم خريطة لها تستهدف أيضاً المشروعات المتناهية الصغر وصغيرة الحجم ولكنها تتمتع بإمكانية النمو وتطور يصل حجمها إلى مشروعات متوسطة الحجم وكبيرة الحجم. إذن مع تقديم الدعم الكافي ومع توفير المهارات الجيدة والمناسبة ومع توفير الروابط والعلاقات الجيدة على مستوى السوق تستطيع هذه الفرص التجارية صغيرة الحجم متناهية الصغر أن تنمو وتكبر وتصل إلى فرص متوسطة الحجم وكبيرة الحجم. أيضاً هنا أيضاً نتحدث أيضاً عن فرص تتعامل مع احتياجات السوق. إذن 51 فرصة عمل كما سبق أن ذكرت أو فرصة تجارية وهنا تصل إلى الكثير والكثير من النطاقات. نتحدث هنا عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، نتحدث عن أيضا مشروعات متوسطة الحجم كبيرة الحجم، نتحدث هنا أيضا مع مشروعات تبدأ من 30-50 ألف جنيه مصري وتصل إلى الألاف والألاف. إذن مرة أخرى نحن هنا نتعامل مع سلاسل قيم وفرص تجارية تستهدف مشروعات متناهية الصغر وصغيرة الحجم ولكن أيضا نتعامل مع فرص. هذه الفرص التي قمنا بتحديدها ورسم خريطة لها وقمنا بحصرها أيضا تستهدف السوق المحلي ومن خلالها نستطيع أن نقوم بتوفير منتجات مختلفة، خدمات مختلفة، تكنولوجيات مختلفة ونستطيع أيضا أن نقدم من خلالها كثير من الخدمات. ونستطيع بالفعل أن نوفر هذه الفرص التجارية التي تستفيد منها محافظتي قنا والأقصر. إذن السؤال لماذا اليوم ننظر إلى هذه الفرص؟ لماذا؟ لأن هذا يتيح الفرصة أمامنا كي ننظر إلى الفرص التجارية، المستثمرين، رواد الأعمال، نستطيع أن ننظر ونحصل على رؤية واسعة النطاق ونرى الآفاق بما يتعدى ما هو قائم حالياً وننظر إلى الآفاق المستقبلية، سلاسل القيم المستقبلية، السوق المستقبلي. لابد أن نكون على وعي بالفرص المتاحة والقطاعات التي نعمل في إطارها والخدمات التي نخدمها لكي نستطيع أن نوسع نطاق الرؤية ونستطيع أن نتعرف على سلاسل الإمداد، نستطيع أن نتعرف على معدل الطلب على مستوى السوق، نستطيع أن نتعرف على معدلات الطلب، الجهات المنافسة، الجهات الشريكة. لابد أن نحظى بصورة واسعة النطاق. سوف نتعرض إلى مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بسلاسل القيم المرتبطة بمخلفات زراعية وأيضا سلاسل القيم المرتبطة بالطاقة الشمسية. ولكن قبل أن استطرد المزيد من التفاصيل
هل نستطيع أن نرى الشاشة هنا أمامنا، الشريحة المرتبطة بالفضلات الزراعية وأيضاً الطاقة الشمسية، هل نستطيع أن نراها على الشاشة قبل أن نستأنف؟ نعم نراها. دكتور أحمد حضراتكم شايفين؟ Okay, very well. Okay, thank you. So, الفضلات الزراعية جهة اليسار وجهة اليمين. الفضلات الزراعية جهة اليسار، الفضلات الزراعية الصناعية جهة اليمين. هنا نتحدث عن الخطوات التالية: أولاً عمليات الجمع collection، وعمليات المعالجة قبل التجهيز. هنا نتحدث عن المخلفات الزراعية، نشر المخلفات، تجفيفها بشكل مبدئي. أيضا لدينا المرحلة الثانية، هي مرحلة إعادة التدوير، التجهيز. ثم المرحلة الثالثة، نتحدث هنا عن تجهيز المنتجات الوسيطة intermediary products من المخلفات. أما المرحلة الرابعة، نتحدث عن التغليف والتعبئة والتوزيع إلى السوق النهائي، المستخدم النهائي. أما إذا انتقلنا ولنرى على سبيل المثال سلسلة القيمة المرتبطة بالمخلفات الزراعية، نستطيع هنا على سبيل المثال أن نرى هنا أن كثير من الفرص متاحة وسانحة. على سبيل المثال قصب السكر، في الوقت الحالي مخلفات قصب السكر يتم حرقها، وأيضا دكس السكر يتم استغلاله بأشكال مختلفة، والمخلفات يتم أيضا دفنها والتخلص منها. الطماطم أيضا وصناعة الطماطم أيضا تتعرض إلى ممارسات مختلفة، ويتم أحيانا التخلص منها بشكل غير صحيح. وهنا بالفعل نتعرض إلى هدر نسب كبيرة جدا من الطماطم أثناء عمليات النقل، هدر نسب كثيرة من الطماطم أثناء عمليات النقل. إذن عوضا عن دفن المخلفات أو حرقها أو التخلص منها بشكل غير مناسب، هذه المنتجات يمكن أن يتم جمعها وتجهيزها، إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات وسيطة وتوزيعها وتعبئتها. إذن على سبيل المثال فيما يتعلق بعلف الحيوانات، نستطيع أن نستغل الطماطم وفضلات الطماطم في إعداد علف الحيوانات واستخدامه في تربية الماشية. أما فيما يتعلق بالبايوماس، على سبيل المثال البايوماس، أيضا نستطيع أن نستغلها، نستغل الفضلات الزراعية. نستطيع أيضا أن نستغل التمر ومخلفات التمر في علف الحيوانات. نستطيع أيضا أن نستغل السكر وقصب السكر ومخلفات قصب السكر في تصنيع علف الحيوانات. أيضا نستطيع أن نستغل فضلات الموز وأشجار الموز. كما سبق وأن ذكرت من قبل، نستطيع أيضا أن نستخدم هذه المخلفات في صناعة الأخشاب الصناعية المعروف اسمها باسم MDF. نستطيع أن نستغل المخلفات الزراعية في تصنيع MDF في إطار المنتجات الخشبية. أيضا نستطيع أيضا أن نستغل مخلفات قصب السكر في هذه المنطقة في علف الحيوانات وفي تربية المواشي في بأشكال مختلفة، ليس فقط القشرة، ولكن نستغل أيضا الباجاس نفسه في تصنيع علف الحيوانات والماشية. إذن قصب السكر ومخلفات قصب السكر نستطيع أن نستخدمه في أشكال مختلفة، نستطيع أن نستخدمه في علف الحيوانات، وأيضا نستطيع أن نستخدم ما نطلق عليه فيري كومبوست أو السماد العضوي المستخدم من علف الحيوانات. أيضا فيما يتعلق أيضا بعلف الحيوانات، هناك فرص مختلفة لإنتاج علف الحيوانات، وأيضا بقايا الدواجن ومخلفات الدواجن والماشية.
كل هذه هي فرص متاحة نستطيع أن نستغلها في سد الفجوات والثغرات القائمة في هذه السلاسل عن طريق تقديم خدمات عبر سلاسل القيم، وأيضاً مع تقديم هذه الخدمات نستطيع أن نحقق الربح وأن نحقق قيمة مضافة كبيرة جداً لدعم سلاسل القيم مرة أخرى من خلال خدمات الجامعة، خدمات جامعة على سبيل المثال بقايا سكر القصب نستطيع أن نعيد تدويرها، نستطيع أن نعيد تدويرها في أشكال مختلفة، نستعيد أيضاً أن نقوم بتوفير الآلات والماكينات اللازمة لاستغلال بقايا المخلفات الزراعية في عمليات زراعية مختلفة. أيضاً نقطة غاية الأهمية أن نستطيع أن نقوم بتصنيع منتجات وسيطة، أيضاً التعبئة وتغليف، كل هذه خدمات مختلفة، فرص مختلفة متاحة نستطيع أن نستغلها في إطار سلاسل القيم لتحقيق الربح وإضافة قيمة مضافة. أيضاً لدينا كثير من الأمثلة على بعض المشروعات التجارية القائمة في صعيد مصر، في قنا، في الأقصر، في السوهاج، مشروعات بالفعل قائمة تقوم بإعادة تدوير المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية الصناعية وتحقق إيرادات كبيرة جداً من خلال هذه الأنشطة في صعيد مصر. على سبيل المثال، عذراً، على سبيل المثال الكثير منكم على علم بالفعل برمودا، شركة برمودا. برمودا هي تعمل في مجال المنتجات الزراعية في قنا، ولكن أيضاً تعمل أيضاً في محافظة القاهرة. برمودا، مؤسسي شركة برمودا من قنا، لقد عملت اليونيدو مع شركة برمودا من قبل، وهم كانوا وقتها بصدد إنشاء الشركة الناشئة، وكان ذلك في عام 2015، واليوم لديهم إيرادات هائلة، استثمارات واسعة النطاق، لديهم علاقات تجارية واسعة على المستوى المحلي، على المستوى الدولي، من خلال إعادة تدوير المخلفات قصب السكر بهدف إنتاج سماد عضوي organic fertilizer. وليس فقط السماد العضوي، ولكن أيضا عذرا هي بتعتذر لمدة دقيقة واحدة. بسبب أني أنا لست معلمة ولست أستاذة جامعة، صوتي ليس مجهز ومؤهل أن يتحدث لفترات طويلة، فعذراً على ذلك. أيضاً شركة برمودا أيضاً تقوم بإنتاج السماد العضوي، ولكن أيضاً تقوم بإنتاج منتجات مختلفة تلبي احتياجات عملائها بأشكال مختلفة، العملاء التي تخدمهم هذه الشركة. أيضاً اهتم أيضاً هناك شركة أخرى أهتم بعرضها لحضراتكم يطلق عليها بابايروس من سوهاج. شركة بابايروس في سوهاج تقوم أيضاً بإنتاج واستخلاص العصارة من مخلفات شجر الموز بهدف دعم أيضاً السماد وتوفير الأسماد العضوية، تقوم بإنتاج السماد العضوي من مخلفات شجر الموز، شركة بابايروس باستخدام تقنيات وتكنولوجيات حديثة، وهم أيضاً شركة قائمة في السوق ومعروفة. أيضاً لدينا مثال آخر من الأقصر، أود أن أعرض عليكم هذا المثال من بلينيا. بلية هي شركة تدير محطات إدارة فضلات ومخلفات في الأقصر، الوقود، وتقوم بإنتاج الوقود في قطاع الأسمنت وهو قطاع رائع هناك، وهي تسعى إلى تلبية احتياجات السوق وتلبية احتياجات سوق الطاقة في صناعة الأسمنت بشكل خاص. وبالفعل 10-15% من الطاقة يتم إنتاجها من الفضلات والمخلفات، وهذه وسيلة جيدة جدا ومستدامة وسليمة من المنظور البيئي لتوليد وإنتاج الطاقة، إنتاج الطاقة من
المفضلات الحضرية وأيضا من مخلفات المفضلات الأخرى. أيضا أمر آخر هام في الغاية أن لديهم القدرة أيضا على تصنيع الآلات والماكينات التي تستخدمها الشركة بهدف إعادة تدوير الفضلات والمخلفات والتعامل معها. هذه هي بعض الأمثلة عينة من هذه المنطقة التي تبرز بعض الشركات والمشروعات التجارية التي تعمل في مجال المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة وأيضاً في مجال الطاقة الشمسية. مثال عام على بعض الفرص التجارية التي يمكن استغلالها في هذه المجالات. أيضاً هناك سلسلة قيمة أخرى أود أن أوجه عناية حضراتكم إليها، وهي سلسلة القيمة المرتبطة بالطاقة الشمسية والبيوغاس أو غاز البيولوجي. هنا أيضاً لدينا سلاسل قيم مختلفة، ولكن هذه سلسلة قيمة أخرى غاية في الأهمية، وبالفعل لدينا هنا سوق جيد. وأيضاً هذه السلسلة تشابه بشكل أو بآخر السلسلة السابقة التي تحدثنا عنها، ولديهم أنشطة مشابهة أيضاً. هنا سلسلة القيمة، سلسلة القيمة المرتبطة بالطاقة الشمسية وسلسلة القيمة المرتبطة بإدارة المفضلات والمخلفات، كلاهما مرتبط أيضاً بالآلات والماكينات وعمليات التصنيع والإنتاج والتوزيع، توزيع الطاقة. سلسلة قيمة الطاقة الشمسية والبيوغاس، سواء الطاقة الشمسية أو البيوغاس، هنا لدينا بعض الخطوات المشتركة والمراحل المشتركة. فيما يتعلق بسلسلة قيمة الطاقة الشمسية، معظم الشركات التي تعمل بالفعل في الأقصر وفي قنا هي تعمل بشكل عام في مجال التوريدات والتعاقدات، وتركز بشكل محدد على عمليات ترتيب الآلات والماكينات والألواح الشمسية وتوزيعها وطاقة الكهروضوئية. وهي أيضا سلسلة قيمة تعمل بشكل مباشر مع عملائها، وهناك على سبيل المثال شركة تقوم أيضا بإنتاج الخلايا الطاقة الشمسية في قنا، وهناك شركات أخرى أيضاً هي شركات ومشروعات تجارية تعمل بشكل مباشر مع عملائها، لأنها شركات تقوم بشكل مباشر بعمليات التركيب وتثبيت الآلات وأنظمة الطاقة الشمسية. وكما نرى هنا على هذه الشريحة، هناك شركات بالفعل في قنا وفي الأقصر، شركات تقوم بتركيب الألواح الشمسية، تعمل في مجال المصفوفات الطاقة المستقبلية future power matrix، أو في مجال الطاقة الشمسية وما إلى هذا. ولكن ما يثير الاهتمام في هذه سلسلة القيمة المرتبطة بالطاقة الشمسية والبيوغاس، نرى هنا بالفعل في إطار هذه السلسلة أن هناك بالفعل مداخل جديدة ونقاط مختلفة نستطيع أن نستغلها وفرص مختلفة نستطيع أن نستغلها في إطار هذه السلسلة القائمة. لدينا شركات ومشروعات، ربما هناك مشروعات وشركات محدودة في الوقت الحالي، لكن هذا العدد يتزايد وينمو. أيضا تحتاج هذه الشركات إلى دعم ومزيد من الدعم، هناك احتياج أيضا إلى استخدام شركات جديدة، تحتاج أيضا هذه الشركات إلى مزيد من الدعم. لتعظيم عملياتها بشكل عام. أيضا نرى هنا أيضا بعض التحديات المرتبطة بهذه السلسلة، على سبيل المثال التمويل، أيضا عدم توافر فرص التمويل بالقدر الكافي، أيضا التغطية النطاق أيضا لازال محدود. هناك المزيد من الدعم المطلوب توفيره في إطار هذه السلسلة بهدف دعمها، دعم الشركات القائمة بالفعل العاملة بالفعل، وأيضا إشراك المزيد من الشركات والمساهمة في إنشاء المزيد من الشركات في مجال الطاقة الشمسية وفي مجال البيوغاس. مرة أخرى في إطار سلسلة القيمة المرتبطة بالطاقة الشمسية، نرى هنا أيضاً أن هناك
فرص تجارية متاحة في إطار هذه الشاشة، لكن أيضا هناك فرص تجارية لإنشاء شركات صغيرة الحجم وتنهية الصغر. وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة الشمسية الكهربائية هناك مجال إنشاء شركات في أنظمة الإضاءة المدارة بالطاقة الشمسية الكهربائية لدعم مزارع الدواجن، لتسخين أنظمة تسخين حراري طاقة شمسية لدعم مزارع الدواجن مرة أخرى، لتهوية المزارع الدواجن والماشية. إذن هناك بالفعل فرص تجارية متاحة ويمكن استغلال هذه الفرص التجارية في إنشاء شركات ومشروعات. عندما ننظر معا إلى هذه المشروعات التجارية وننظر معا إلى السوق المتاح، فقمنا هنا بوضع هنا بعض تحديد بعض الإمكانات والفرص التجارية الواعدة في الأقصر وفي قنا وفي هذه المنطقة. إذن أول مجال هو الأعلاف الحيوانية وسماد الكومبوست أو السماد العضوي. أيضاً مجال آخر هو يتعلق بالطاقة المتجددة، مجال آخر يتعلق بمعدات وأجهزة التكنولوجيا، وأيضاً مجال رابع يتعلق بالمنتجات الوسيطة في قطاعات المواد الغذائية والمستحضرات الدوائية. لقد تحدثت بالفعل باستفاضة عن علف الحيوانات وكيفية إنتاج علف الحيوانات والأسمدة الكومبوست، ولكن هنا مرة أخرى قبل أن أترك هذه الشاشة أطلب من حضراتكم هنا أن ننظر معا إلى البيئوز. البيئوز اللي هي البيزنس أوبورتونيتيز، فرص العمل التجاري. لدينا فرص كثيرة، علف الحيواني من شعير لمربي المشي، أعلاف مخمرة من المخلفات الزراعية. لدينا فرصة أخرى رقم ثلاثة، سماد الفيرلي من مخلفات الطعام. فرصة رابعة تتحدث عن علف الحيوانات من بقايا التمور لتجار التجزئة. فرصة خامسة أيضا الفيرمي كومبوست، الديدان الدودية لمصنع السماد، علف حيواني من قصب السكر. مرة أخرى هذه فرص عمل على مستوى مشروعات متناهية الصغر وصغيرة، ولكنها تتمتع بإمكانية النمو والتطور ليصل حجمها إلى فرص تجارية متوسطة الحجم وواسعة النطاق وكبيرة. وأكد مرة أخرى ربما هذه الفرص هي على مستوى متناهي أو صغير الحجم أو متوسط، لكن نأمل بالفعل أن هذه الفرص تستطيع أيضا أن تنمو وتتطور إلى مستوى واسع النطاق ومتوسط الحجم. مرة أخرى هذه الفرص التجارية تكفل تحقيق الربح، تكفل تحقيق دخل إضافي. أيضاً عن طريق هذه الفرص نستطيع بالفعل أن نوفر الماء، نوفر الطاقة بشكل غير مباشر عن طريق استبدال العدف التقليدي والأسمدة التقليدية. نستطيع أن نستغل هذه الفرص لنوفر المياه، نوفر الطاقة، ونستطيع أن نستبدل الأعلاف الحيوانية التقليدية والأسمدة التقليدية بصور جديدة. أيضاً هذه الفرص المتاحة في مجال العلف الحيواني والأسمدة الكومبوست تستطيع من خلالها أن تزيد ربحية العملات الزراعية، تستطيع أن تحقق دخل إضافي للمزارع. أيضاً تستطيع هذه الفرص أن تضمن مزيد من الاستدامة البيئية وتحد من المخاطر البيئية المرتبطة باستخدام الأسمدة الكيميائية والأعلاف المصنعة، و تتوقف عن حرق المخلفات على سبيل المثال. هناك قطاع آخر أو سوق آخر نرى أنه سوق واعد وقطاع واعد. هنا نتحدث عن renewable energy solutions، أنظمة وحلول الطاقة المتجددة. لدينا بالفعل تطبيقات وأنظمة، لكن أوجه نظر حضراتكم أن هذا السوق هو سوق سريع النمو، rapidly growing market، هو سوق واعد في مصر. أيضاً سوق يتيح ربحية مرتفعة في المعاملات الزراعية، يحقق ربحية مرتفعة 30% من تكلفة الطاقة. أيضاً يستطيع أيضاً أن يوفر ربحية المزارع، يدعم ربحية المزارع ويحقق مزيد من الربحية لصالح المزارع. أيضاً هذا السوق مثير جداً للاهتمام، لأنه هذا السوق أيضاً يتعامل مع الطاقة المتجددة ويدمج الطاقة المتجددة في العمليات الزراعية. إذن هو قطاع يسمح بالدمج ما بين الطاقة المتجددة والعمليات الزراعية، المعدات الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية على سبيل المثال، الطاقة الشمسية المستخدمة في المزارع، الطاقة الشمسية في التخزين، في التبريد، في الإضاءة، في الاستهلاك الحراري. مرة أخرى بالفعل
هنا لدينا قطاع يتمحور حول ثلاثة تقنيات: الطاقة الشمسية الحرارية، الطاقة الكهروضوئية، والغاز الحيوي أو البيوغاز. قطاع آخر متاح وواعد ويتمتع بكثير من المقومات المتاحة. لدينا هنا في هذا الجدول بعض البيزنس opportunities، فرص العمل التجاري. على سبيل المثال، هناك فرصة شركات تعمل في مجال الغاز الحيوي للمنازل ومزارع الدواجن. لدينا فرصة في البيوماس، الكتلة الحيوية والسخانات والتسخين من مخلفات زراعية لمزارع الدواجن. لدينا فرصة التسخين الشمسي من مزارع الدواجن. لدينا فرصة طاقة شمسية كهروضوئية لمكافحة الأفات. لدينا فرصة مختلفة هنا نستطيع أن نستغلها ونستفيد منها. قطاع آخر واعد أيضا هو قطاع تصنيع المعدات والتكنولوجيا، technology equipment and manufacturing، تصنيع المعدات والآلات والماكينات المستخدمة في تصنيع المخلفات الزراعية، في تصنيع الكومبوست. هناك كثير وكثير من الفرص المتاحة، وهناك أيضا فرص متاحة لدعم قدرة تنافسية على مستوى هذه السلسلة، سلسلة القيمة. أؤكد مرة أخرى أن هذا القطاع، قطاع تصنيع المعدات والتكنولوجيا، هو جزء من قطاع الصناعات الهندسية والصناعات الكيميائية. هو يركز على إنتاج التكنولوجيا والآلات التي تمكن إنتاج الغذاء المستدام، بما في ذلك التجفيف، إعادة تدوير النفايات. مرة أخرى، هذا القطاع أيضا يوفر معدات فعالة من حيث تكلفتها منخفضة. على سبيل المثال، يوفر معدات التعامل مع المخلفات الغذائية، معدات أيضا تضمن تعظيم سلاسل القيم من خلال توفير الآلات والماكينات. تكنولوجيا ترتبط بسلاسل القيم المختلفة. إذن هذا القطاع يركز على إنتاج التكنولوجيا، المعدات، الإنتاج المستخدمة في إنتاج الغذاء المستدام والتكفيف وأنظمة مكافحة الآفات الحيوية. أيضا هذا القطاع يوفر معدات فعالة ومنخفضة التكلفة على المستوى المحلي، وبالإضافة إلى توفير هذه الآلات والماكينات، يستطيع هذا القطاع أيضا أن يوفر خدمات الصيانة. مرة أخرى، الآلات والماكينات هي هامة للغاية. الماكينات ليست فقط هامة، لكن أيضا الصيانة، عمليات الصيانة. إذن عمليات الإنتاج هامة للغاية. يتم في كثير من الأحيان توريد الماكينات والآلات من القاهرة، ولكن أيضا أحيانا هذه الآلات والماكينات تتطلب صيانة وخدمات صيانة، والتي أيضا يتم توريدها من القاهرة. لابد أيضا من توفير خدمات الصيانة والإنتاج على المستوى المحلي، بما يدعم عمليات التصنيع ويخفض التكلفة. توريد هذه الخدمات من القاهرة تسبب في تكبد المزيد من التكاليف، لكن أؤكد مرة أخرى، قطاع هام للغاية. هناك كثير من المقومات الواعدة، هناك كثير من الفرص التجارية المتاحة التي نستطيع أن نستغلها في إطار هذه السلسلة. ومرة أخرى، فرص تجارية تتراوح ما بين فرص متناهية الصغر، متوسطة الحجم، كبيرة الحجم. أخيراً وليس آخراً، المنتجات الوسيطة غاية في الأهمية. كثير من الواردات المصرية هي واردات صناعية وسيطة، intermediary products. معظم واردات مصر هي واردات صناعية وسيطة، منتجات وخدمات غذائية، أدوية، خشب، ورق. إذن هناك أمر غاية في الأهمية أن نعمل في هذا المجال، ومن خلال تعظيم الاستفادة من هذه السلسلة، من سلسلة القيمة، نستطيع أن نحقق النمو في إطار هذا القطاع، ونوفر سلع وسيطة محلية ذات قيمة مضافة عالية. وأيضا من خلال تعظيم هذا القطاع على المستوى المحلي، نستطيع أيضا أن نحد من خروج رأس المال الأجنبي أو العملة الأجنبية. نحن نعلم جميعا أن الحكومة المصرية ترغب في تعظيم وتدعيم العملة الأجنبية داخل مصر، ومن خلال تعظيم هذا القطاع نستطيع أن نحقق مزيد من الدعم للعملة الأجنبية. نستطيع أن نحقق أيضا توفير كثير من المنتجات على المستوى المحلي، بما يؤدي إلى التعامل مع مشكلات التضخم ومشكلات خروج العملة الأجنبية من مصر. إذن توفير
خدمات لدعم الصناعات الغذائية، ولكن أيضا هناك فرص مختلفة. على سبيل المثال في إطار هذا الجو نستطيع هنا أن نرى أن هناك مشروعات تجارية يمكن إنشائها أو فرص تجارية يمكن استغلالها، على سبيل المثال من إنتاج شراب التمر أو الغمس من ثمور الدرجة الثانية الصناعات الغذائية والأعلاف، مستخلصات الزيوت النباتية العطرية للعطور ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية، أيضا إنتاج لب الورق من قصب السكر. كثير من هذه الفرص التجارية يمكن تحويلها إلى مشروعات وشركات تجارية على مستوى الصغير والمتوسط، والتي يمكن أيضا أن تنمو وتتطور. أرى هنا في خانة الشات الترجمة، فينا سؤال بيتكلم عن هل الترجمة شغالة؟ هل حضرتك سامعين صوتي؟ الترجمة تضغط على الايقون اللي هي جنب رياكشنز تحت خالص. معرفش مين ايه اللي بيسأل، اللي بيسأل عن الترجمة مين؟ اسلام. اوكي مستر اسلام، استاذ اسلام، استاذ اسلام بيسأل في الشات. سمعنا اسلام؟ اوكي يو كان جو اهيد. استاذ اسلام حضرتك سامعني كده؟ لقد اوشكنا على الانتهاء من العرض. اذا كل هذه الفرص فرص تجاريه متاحه، الانتاج منتجات مختلفه من النفايات الزراعيه، معجون او عجينه الطماطم من الدرجه الثانيه، منشات التعبئه والتغليف، مركزات الطماطم، المانجو، كثير وكثير من الفرص التجارية التي يمكن تحويلها إلى مشروعات ومنشآت تجارية. كما ذكرت من قبل أيضا إمكانية تصنيع مستخلصات الزيوت النباتية العطرية من العطور ومستحضرات التجميل، لب الورق من قصب السكر، الإيثانول من دبس قصب السكر، أيضا أخشاب MDF صناعي، أخشاب الصناعية MDF من النفايات الزراعية، عجينة الطماطم، المانجو مرة أخرى. كل هذه الفرص متاحة من خلال تعزيز هذه السلسلة ودعم التفاعل القوي على امتداد سلسلة القيمة وتحقيق النمو، وهذا يضمن في نهاية الأمر استدامة الأسواق النهائية الفاينل ماركت، ويدعم بالفعل مرة أخرى المنتجات الوسيطة. المنتجات الوسيطة هو قطاع ذي أولوية كبيرة جدا في مصر، وهذا السوق هام الغاية. ونتحدث هنا عن منتجات وسيطة في مجال الغذاء، في مجال المستحضرات الضوئية، في مجال المواد الخشبية وغيرها من المواد الكهربائية. ومع هذه الشريحة أتوجه مرة أخرى لحضراتكم بكثير من الشكر وجزيل الشكر والتقدير على حسن الانتباه. أتوجه بالشكر أيضا على فريق العمل وكل الدعم الذي قدم من قبل فريق العمل، وإذا كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة أرحب بها كثيرا الآن. إذا كان لديكم أي تعليقات أو أسئلة أرحب بها الآن. أي أسئلة أو تعليقات من جانب حضراتكم؟ نشكر الأستاذة أناكيارا سكندانوني، شكرا جزيلا على البرزنتيشن الهايل اللي كان فيه فعلا معلومات with all the like insightful information, very insightful and in-depth information. A big thank you also here and for the presentation, the energy, the solar energy, the biomass, and actually, by the way, this links with some of the courses that those students are taking. But please, now let me ask the guys here if they have any questions. Please feel free to ask those questions to Dr. Annachiara. Please raise your hand if you have any comment you would like to make, or if you have any question you would like to raise to Ms. Annachiara. They don't have a microphone, so people have to go back and forth to. They have to physically come closer to the computer to speak. انا سامع حضرتك بس ممكن لو في الصوت اللي في الخلفيه يهدى شويه.
Did you know about the selection or not? Or what do you think about that? He's been asking him to repeat the question again. We face here is a problem of supply chain. So, what do you make about that? So the question is about the challenges in the supply chain for. في التوطين الصناعي في كلازينج زي اندستريز ممكن معلش حد تعلي صوتك لان المشكله بتبقى انه في سلاسل امداد يعني انت لما تيجي توطين الصناعه سلاسل الامداد بتاعتها بتبقى بره انت This is a question really about سلاسل الامداد بتاعتها بره انت عشان توطين الصناعه لازم توطينها بسلاسل الامداد بتاعتها ف فالمبادره بتعمل على توطين الصناعات فهل هي بتعمل على المشكله دي ولا لا؟ في مشاكل كتير حصلت في الصناعات في مصر يعني كان منها اخر كان في مصنع Annachiara, this is a question about localization of industries, industrial localization, really. But this is there's a challenge associated with this, particularly with the supply chains. Some of these are internationally based. So how would you be able to localize industries when the supply chains associated with them are internationally based or globally based? Very interesting. This question, or would you like to collect more questions and then I answer them all together? Let's collect more than one question. ممكن نجاوب على نجاوب بعد السؤال مباشرة. So okay. So yeah, now this is a very important point. As I was saying, the majority of Egypt's imports are intermediary products. Can you hold on a second, please? Just technical issue. Can you hear me now? Yes, I can. Can you? هو انا سامعك بس مش عارف ال الشاشه مش عايزه تطلع يعني مش عايزه تكبر ليه في الزوم فانا سامع problem really blowing up the screen so they can حتى لو بالصوت احنا سامعينكم كويس يعني It's okay. Yeah, exactly. مقبول تماما اتفضح كل حاجه تكونوا سامعين يعني ده اهم حاجه اذا سؤال او قضيه اساسيه وجوهريه وأثيرت من قبل طبعا ولكن هذا أيضا ما كنت أشير إليه عندما تحدثت عن إنتاج المنتجات الوسيطة intermediary products في المجال الغذائي على سبيل المثال
وخصوصا انه الواردات الغذائيه لمصر هي منتجات مهمه للغايه. معلش احنا اسمي في صدى الصوت الترجمه وصل لنا عارفين ليه. دكتور احمد احنا سامعين كويس ما عندناش مشكله بس لا في صدى الترجمه جاي. الصوره نفسها انا هقفل المايك لحضرتك. اوكي اوكي سو اي مين وات از جو هيد. اوكي سو وات از يو نو امبورتنت از اذا هنا ما يهم في هذه القضيه شركه او شخص يرغب في انشاء شركه جديده صغيره لابد ان ينظر الى البدائل الهامه المتاحه. على سبيل المثال وسوف نرى في خريطه الفرص التجاريه المتاحه واللي احنا عرضناها منذ قليل ايضا الرابط اللي قمنا بوضعه في خانه الشات وقمنا ايضا بتمرير بعض النسخ الورقيه ان هناك كثير من النشاطات التجاريه او الفرص التجاريه لاستبدال بعض المنتجات في صناعة الورق، في صناعة الغذاء، في صناعة المستحضرات الدوائية. هذا في نفس الوقت يدعم الموارد المحلية. إذن الأمر الهام للغاية هنا أن نبحث عن الموارد المحلية التي نستطيع أن نستغلها لإنتاج منتجات وسيطة بديلة. نبحث عن المواد المتاحة على المستوى المحلي لإنتاج بدائل محلية. أيضا لابد أن ننظر بعين الاعتبار إلى التكنولوجيا التي نستطيع أن نقوم بتطويعها وبما يتناسب مع احتياجات السوق. التكنولوجيا هامة للغاية، ربما التكنولوجيا ليست مناسبة في مصر. إذا بالإضافة إلى أنا أعلم تماما أن الشركات الناشئة تجد أحيانا مشكلة في التكنولوجيا. إذا النقطة الأولى لابد أن نبحث عن البدائل المتاحة في السوق المحلي، أن نبحث عن البدائل المتاحة التي تحل محل الواردات الأجنبية. أيضا التكنولوجيا لابد أن نحدد التكنولوجيا التي نستطيع أن نقوم بتطويعها وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات السوق. هذا بالإضافة إلى أيضا إقامة شراكات مع المنتجين، partners with producers، علاقات شراكة مع الجهات الإنتاجية. نعم ربما على مستوى الشركات الناشئة، الشركة الناشئة لا تستطيع أن تقوم بإنتاج كل المتطلبات، لكن هناك لابد أيضا من إقامة علاقات شراكة ونستعين بمفهوم outsourcing، نستعين بمصادر أخرى في إنتاج المعطيات والمدخلات التي نطلبها. لابد أن يكون هناك تعاون مع موردين آخرين لتوفير المدخلات الرو ماتيريالز، توفير وتوريد المعدات والآلات والماكينات. مرة أخرى نقطة البداية أو نقطة الانطلاق هو أن نتفهم ونحدد ما هي البدائل الهامة المتاحة بناء على الموارد المتاحة داخل المنطقة، داخل المنطقة الجغرافية التي نعيش فيها أو التي نعمل فيها. نقطة البداية غاية في الأهمية، أن نبحث عن البدائل والموارد المتاحة، وهنا نستطيع أن نفيد بخبرات مختلفة، وهذا ما قمنا بالتزام به أثناء وضع الخريطة. كل هذه الفرص التجارية في مجال الغذاء، في مجال الورق، في مجال الغذاء بشكل خاص، في مجال الورق وصناعة الورق، كل هذه الفرص التجارية التي ذكرتها كلها تعتمد على موارد محلية. إذا لابد أن نبحث عن البدائل بناء على موارد محلية، موارد محلية نستطيع أن نستغلها، موارد محلية متاحة من المنظور الاقتصادي، منخفضة التكلفة الاقتصادية، نستطيع أن نستثمرها وأن نستثمر فيها. أيضا أشجع حضراتكم كثيرا أن ننظر إلى تفاصيل هذا الأمر في خريطة الفرص التجارية التي قمنا بإعدادها وإصدارها ونشرها، خريطة الفرص التجارية Business Opportunity Map. أيضاً إذا كان لكم اهتمام أو إذا كان هناك زملاء لكم يرغبون أيضاً في تقديم طلب للانضمام إلى برنامج دعم المشروعات Enterprise Support Program، في إطار هذا البرنامج نقدم الدعم.
ايضا زميلي سوف يقوم بوضع اللينك او الرابط الالكتروني لهذا البرنامج، ونستطيع ان نقدم طلب الانضمام الى هذا البرنامج الذي تحدثت عنه، وهناك استمارة طلب نستطيع ان نقوم باستيفائها في اطار هذا البرنامج، برنامج دعم المشروعات التجارية. في اطار هذا البرنامج نستطيع ان نوفر الدعم لمشروعات ترغب في العمل في مجال منتجات مختلفة، منتجات وسيطة، أيضا شركات الناشئة، شركات الناشئة ترغب في النمو والتطور، فأشجع حضراتكم أيضا، شركات ترغب على سبيل المثال في إعادة تدوير المخلفات الزراعية، شركات ترغب في تسخير الطاقة أو إنتاج الطاقة من المخلفات ومن الفضلات. أيضا في إطار هذا البرنامج ندعم الشركات الناشئة وندعم الشركات القائمة بالفعل من الأقصر ومن قنا، خصوصا الشركات التي تستفيد من فرص التجارية التي تحدثت عنها للتو، مع وضع نسبة الاعتبار أن هناك بالفعل طلبات لابد من استيفاء الطلبات ولابد من متابعة إصدار هذه الطلبات في إطار هذا البرنامج، برنامج دعم المشروعات التجارية. كان هناك جولة الشهر الماضي وسوف يكون هناك جولتين أخريتين في السنة القادمة، إذن لابد أن نتابع، احرصوا على متابعة هذه الجولات بغرض الاستفادة من الفرص التجارية وتحقيق هذه الفرص التجارية واقتناصها بشكل فعلي، خصوصا الفرص التجارية التي تحدثت عنها لتوي في العرض. أي أسئلة أخرى أو تعليقات؟ أي أسئلة أخرى؟ أو تعليقات أو ربما بعض التأملات، الأفكار، الخواطر من جانب حضراتكم؟ I'm sorry. شباب اللي حاضر معانا أونلاين اللي عنده سؤال ممكن يفتح المايك ويسأل، ودلوقتي عبد الرحمن هيسأل حضرتك عنده سؤال. هذا عبد الرحمن. PV panels Yeah, but I'm from Qena, and I never heard of a company that manufactured PV panels or in entire region. To be specific, they assemble solar cells into panels. Have a specific question, please? Yeah. So that to be specific, I was saying to be specific, So they assemble solar cells. And they are in KEFT industrial zone. They are called ARE group. I mean, I think Omar, if Omar is Omar there or online? Omar Riyad, are you? Yes, I'm online. Okay, yeah, then you can share also the contacts of ARE group with Dr. Ahmed later. And the second question is? Okay, inshallah. Yeah, my second question is, I want to ask about the CSP field in Egypt that concentrating solar power or solar thermal. Yeah, I think that field has a larger potential in Egypt than the solar PV, but why doesn't it get that much attention? Yeah, it doesn't get that much attention in Egypt. I don't know why, really. Why do you think it doesn't get so much attention? Well, in my point of view, I think it's because of money stuff and we don't have that much experience in that field. However, yeah, but we should work on it, not on the PV. نعمل في هذا المجال وليس في مجال الطاقة الكهروضوئية. لا أستطيع أن أقول أن يجب أن نختار مجال ونغفل المجال الآخر. لا يجب أن نقول هذا.
هذا أيضا المجال يتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة في السوق، وأيضا نستطيع أن نتعامل مع هذا المجال على مستوى صغير، على نطاق صغير. ولكن أتفق معك أيضا أن سولار فيرمون هو غاية في الأهمية، وفي إطار رسم الخريطة التي قمنا بإعدادها وحصر مصادر القطاعات، أيضا قمنا بتحديد الأقصر وقنا سولار ثيرمال هيتنج، التسخين الحراري الطاقة الشمسية، واستخدام هذا في المزارع، توفير فرص تجارية مختلفة. نحن نرغب هنا أيضا في تحديد فرص تجارية تتمتع بإمكانية النمو، فرص تجارية تتمتع بإمكانية النمو، ولكنها أيضا فرص تجارية مجدية من منظور الاقتصادي وقابلة للتنفيذ في المناطق الريفية. إذن solar thermal heating system، نظم التسخين الحراري قائم على الطاقة الشمسية، تتمتع أيضا بمقومات واعدة، ونستطيع بالفعل أن نوفر فرص تجارية في هذا المجال. ولكن الدخول إلى السوق ربما يكون هناك فيه بعض الصعوبة، ولكن أيضا هناك إمكانية التصدير أيضا، هذا أمر غاية الأهمية. مقومات التصدير أيضا هي أمر غاية في الأهمية. العمالة الفنية، العمالة الهندسية أيضا لابد أن تتوفر على المستوى المحلي. بالفعل هي فرصة متاحة، وفرصة قمنا أيضا بتحديدها باعتبارها تتمتع بإمكانية للنمو والربح، ولكن أيضا التكلفة، تكلفة الآلات والماكينات والمعدات، أيضا تكلفة أيضا الصيانة والمهارات الفنية المطلوبة، هي أيضا عند مستوى متوسط. إذن هي ربما أقل قابلية للتطبيق مقارنة بالطاقة الكهروضوئية، وهذا هو التحدي الأساسي الذي قمنا بتحديده في هذا الصدد فيما يتعلق بتطبيق سولار ثيرمال، أجهزة الحرارية قائمة على طاقة شمسية بسبب تكلفتها. وفيما يتعلق بالمزارع التي تستخدم هذا النوع من أجهزة التسخين الحراري ثيرمال هيتنج، هناك تكلفة أيضا بسبب أيضا نقص جهات التوريد عالية المستوى، موردين، أيضا نقص الآلات والماكينات والأجهزة والتكنولوجيات، أيضا خدمات الصيانة لمثل هذه النوعية من الأنظمة. كل هذه الأمور هامة للغاية، لابد أن تأخذ بعين الاعتبار ويتم مراعاتها عند النظر في جدوى هذه الشركات. لا ننظر فقط إلى الجدوى الفنية، ولكن ننظر أيضا إلى الجدوى الاقتصادية، ليس فقط الجدوى الفنية ولكن أيضا الجدوى الاقتصادية. هنا تكلفة كبيرة جدا تقع على عاتق المزارع والفلاح بسبب الآلات والماكينات. أيضا التمويل، نقص التمويل على مستوى المستخدم النهائي، هذا معناه أن العميل لا تتوفر لديه مصادر التمويل الكافية لدعم هذه الأنظمة. كل هذه معوقات وتحديات تواجه أنظمة التسخين القائمة على الطاقة الشمسية. لكن أيضا أؤكد أن هذا المجال هام للغاية، ولابد أن نسعى لاستكشاف هذا القطاع بالرغم من التحديات والمشكلات التي ترتبط بهذا المجال نظرا لجدواه الفنية. Yeah, you actually said a lot about the reasons for that for that field not being that much. لقد تحدثت أيضاً عن الأسباب. Yeah, but I wish one day we can overcome. أتمنى أن يوماً من الأيام نستطيع أن نتغلب على هذه العقبات والتحديات والحواجز. نعم. So thank you so much. نعم نعم، شكراً جزيلاً على هذه الأطروحة. هي أمر هام للغاية بالفعل. شكرا لتعزيز هذا المجال. شكرا مس أناكيارا. الشباب اللي حاضر أونلاين اللي عنده سؤال يرفع إيده ويفتح المايك يتكلم، ما فيش أي مشكلة.
الشباب اللي معانا هنا برضو في اي حد عنده اي كومنت او اي سؤال ثاني؟ مفيش. انا عندي سؤالين سريعا. السؤال الاول حضرتك مس أنكيارا ذكرتي ان المشاريع دي الاستثمارات الخضراء في green businesses in food industries in alternative energy are resilient and flexible enough that they would, for example, can be budgeted for 50,000 Egyptian pounds. Or can you please explain more about the as a startup, for example, how can a young man start with a business, or a small business, or with 50, 60, 70,000 Egyptian pounds? And if you have some businesses already in place in Qena or in Luxor, and they have started with this particular like seed funding, this is my first question. My second question is related to my university students. University students who would like to link up with you, or who have some ideas, some initial ideas. They are still in the ideation stage, but they do not know how to take it one step further and make it more materialized. How would they be able to plan it more systematically and convert or transform this into some viable ideas, viable businesses, viable startups with your support? So what exactly do they have to do to be able to turn those ideas into some viable businesses? Very, very good question, Dr. Ahmed. So the good news is that we will also support idea stage entrepreneurs. So we'll رواد الأعمال في مرحلة الأفكار وخلال هذا البرنامج وفي إطار هذا البرنامج مشروع اسمه ابدأ شركتك ندعم بالفعل رواد الأعمال أو الشركات في مراحل الإنشاء في قنا في الغذاء ومخلفات المواد الغذائية والبعض منه في المراحل الناشئة بالفعل. ولكن لدينا أيضا برنامج تقني بالفعل لهذه الشركات. مرة أخرى تابعوا صفحات السوشيال ميديا وسوف نقوم بنشر كثير من المعلومات وسوف نقوم باختاركم أيضا بمجرد البدء في هذه البرامج. هي برامج سوف يتم إطلاقها قريبا جدا فبرجع تابعوا معنا إطلاق هذه البرامج. أيضا نشجع الطلاب والطالبات أو الخريجين الذين يفكرون في إنشاء شركة جديدة نشجعهم أنه أثناء وضع الفكرة أو التوصل إلى الفكرة أو بلورة الفكرة مرحلة بلورة الفكرة دعونا نفكر في سلسلة القيمة بكل حلقتها. هذا أمر أؤكد عليه وأكدت عليه فكرة سلسلة القيمة. الأمر لا يقتصر فقط على شركتك، لا يقتصر فقط على تقنياتك أو على التكنولوجيا الخاصة بك، لا يقتصر فقط على حلقة اللي تعمل فيها أو على البرنامج أو على الخدمات أو على منتجاتك. لابد أن تنظر إلى كل سلسلة القيمة بكافة حلقاتها. أولاً لابد أن تنظر إلى الاحتياج وأيضاً تنظر إلى الميزة التنافسية competitive edge، ميزاتك التنافسية كشركة تجارية. لابد أن تحدد، هذا أمر غاية في الأهمية. لابد أيضاً أن تنظر إلى كل سلسلة القيمة على امتدادها حلقاتها، على سبيل المثال السبلاي لهذا التوريد، الشركات في الحلقات السابقة ليك وفي الحلقات التالية ليك، السبلايرز المواد الأولية، المواد الخام، المواد المطلوبة. أيضا ما هي الدافع، ما هي دوافع العملاء، لماذا قد يختار العميل منتجك أنت مقارنة بمنتجات أخرى، لماذا يلجأ العميل إلى منتجك أنت إلى خدماتك أنت مقارنة بخدمات ومنتجات أخرى. الميزة التنافسية، ما هي الميزة التنافسية التي تطرحها أنت من خلال المنتج أو من خلال المشروع، لماذا يختار العميل أن يستعين بخدماتك أنت مقارنة بخدمات أخرى قائمة بالفعل. إذن لابد أن نبدأ بتحليل أساسي لسلسلة القيمة واحتياجات السوق. هذا أمر مفتاحي جوهري أن نحدد السوق عند وضع الفكرة، عند تصور الفكرة. إذن لا يجب أن يقتصر فكرنا فقط على التكنولوجيا التي نوفرها أو على المنتج الذي نوفره
لا يجب أن يقتصر الفكرة فقط على كيفية تطوير التكنولوجيا. نعم هذه أمور هامة للغاية وجوانب هامة للغاية أيضاً، ولكن لابد أن ننظر إلى الصورة الشاملة، صورة سلسلة القيمة بكافة جوانبها. أيضاً مرة أخرى نقطة هامة جداً جديرة بالاعتبار هي سلسلة القيمة التي نعمل في إطارها، سلسلة القيمة التي نعمل في إطارها السوق الذي نقوم بخدمته بتقديم الخدمات، هي أمور هامة للغاية ولا تقل أهميتها عن التكنولوجيا ولا تقل أهميتها عن الفكرة التي نعمل على الورقة. عذراً إذن هذا هي توصيتي أو هذه هي النصيحة التي أود أن أقدمها. إذن البحث التحليل ابحث حل. Point. هذه قاعدة الأساسية. ربما أيضا هناك آخرون قاموا بالتفكير في نفس هذه الفكرة سواء في مصر أو خارج مصر. إذا لابد أن نستفيد من الخبرات السابقة، لابد أن نستفيد ونستغل من المحاولات السابقة، المساعي السابقة قبل أن نقوم بتطبيق الفكرة على الواقع. ثم أيضا النقطة الثانية لابد أيضا أن ننظر إلى مصادر التمويل، الجوانب المالية، تكلفة المنتج، تكلفة الخدمة التي نسعى إلى تقديمها. أيضا نتعرف على التدفق النقدي، التدفق النقدي إلى ومن المشروع، الداخل إلى والخارج من المشروع. أيضا المشروعات الداعمة التي أحتاج إلى التعاون معها، كل هذه أفكار هامة للغاية، جوانب هامة لابد أن ننظر إليها عند وضع الفكرة، عند بلورة الفكرة. كل هذه هي فراغات لابد أن نسعى إلى ملأها عندما نفكر في بلورة فكرة معينة. هذا طبعا بالإضافة إلى محاولة الاطلاع على بعض المصادر المتاحة على الإنترنت، بعض الأبحاث. أيضا أن نقوم بإجراء أبحاث ومناقشات مع مشروعات أخرى، لابد أن نقوم بمناقشة هذه الفكرة مع مشروعات أخرى قائمة بالفعل لكي نتعرف على ديناميكيات السوق، أداء السوق، احتياجات السوق. أعتقد أن هذه نقطة انطلاق أساسية، أن نبدأ مرة أخرى بتحليل السوق، أن نبدأ ب فهم وإدراك سلسلة القيمة بكافة حلقاتها، سلسلة القيمة التي نرغب في العمل في إطارها بكافة حلقاتها. أيضاً بعض الشركات أو الأنشطة التجارية التي حققت النجاح، لابد أن ننظر إلى هذه الشركات الناجحة التي ربما بدأت بحفنة من الجنيهات المصرية أو الآلاف من الجنيهات المصرية. برمودا مرة أخرى بدأت كشركة صغيرة للغاية، كنشاط تجاري صغير للغاية في عام 2015. أيضا هناك مشروعات مختلفة، وهذه الشركة عملت في مجال، كان في مشروعات أخرى في مجال الأسمدة، في مجال المخلفات الزراعية. هناك كثير وكثير من الأمثلة المتاحة بالفعل على النطاق الصغير، ونستطيع بالفعل أن نستعين بها ونستفيد من خبرتها. مرة أخرى هذه الشركات بدأت ببعض من الألفات الجنيهات المصرية فقط. أيضا نشجع حضراتكم أيضا على الاشتراك في المؤتمر القادم الذي نتوقع تنفيذه في الأقصر وفي قنا، حيث نستطيع وقتها أيضا في إطار هذا المنتدى أن نستمع إلى خبرات مشروعات أخرى قائمة بالفعل، نستمع إلى الخبرات الميدانية لهذه الأنشطة التجارية. ولكن مرة أخرى النصيحة الأساسية التي أود أن نفكر فيها معا هو أن نفكر في السوق، تحليل السوق، ونتفهم أبعاد السوق، نتفهم احتياجات ومتطلبات السوق. وأيضا لابد أن نتعرف على الطرق الابتكارية الجديدة لخدمة هذا السوق. بالإضافة إلى ذلك أيضا هناك خبرات أخرى هامة متاحة في مصر وخارج مصر، نستطيع أن نستوحي منها أفكار جديدة، نستلهم منها أفكار جديدة. أيضا لابد أن نتحدث مع المجتمع المحلي الذي نعمل في إطاره. الحلول لا يصعب إيجادها، التحديات واضحة، الصعوبات موجودة،
على سبيل المثال المخلفات التي لا يتم التعامل معها، الطاقة التي لا يجب التي لا يتم تسخيرها. هناك تحديات، والحلول لابد أن تنبع من المجتمع، لابد أن نتحدث من المجتمع، لأن الحلول سوف تنبثق من المجتمع. هذه هي وجهة نظري إنجاز التعليم. أضيف أيضاً أن إذا كان أي شخص آخر من فريق العمل، دكتور عادل، دكتور عمر، إذا رغبتم في إضافة المزيد من التعليقات أو إضافة المزيد من التعليقات أو النصائح في هذا الصدد، رجاء لا تترددوا في تقديم هذه المساهمات الآن. هو في نقطة برضو مرونة التكلفة الرأسمالية للمشروع البدائية. يعني مس أنكيارة اتكلمت كتير، بس أنا يعني ما لمستش الشرح التوضيح بتاع نقطة القابلية لأن أنا أبتدي برأس مال بسيط جداً. Yeah, as I said, you know, like نعم كما قلت. أولاً لابد من إجراء دراسة، وقمنا بالفعل بإجراء دراسة على نطاق ضيق في مجال المادة العضوي في الحيواني. بالفعل بعض عشرة الألافات من الجنيهات المصرية تستطيع أن تبدأ بها شركة، ولكن مرة أخرى النقطة الأساسية ليست، أو دعوني أقول أنه عندما نبدأ على نطاق صغير غاية في الأهمية، أنك تبدأ صغير هام للغاية، لأن احنا وقتها بنختبر السوق. إذن النقطة المفتاحية هو أن احنا عندما نبدأ على نطاق صغير، نبدأ على نطاق صغير ولكن نبدأ مشروع يتمتع بإمكانية النمو، نقطة هامة للغاية. ممكن نبدأ على نطاق ضيق ببعض من ألافات الجنيهات، عشرات الألافات الجنيهات، ولكن نبدأ بمشروع يتمتع بإمكانية النمو والتطور. ربما أحياناً نعم نبدأ بمشروع صغير جداً ولكن يتمتع بإمكانية النمو على نطاق واسع. هذه نقطة غاية في الأهمية، لكن أيضاً نقطة أخرى لابد أن ننظر إليها. البايو جاس مشروع يستطيع أن يبدأ ببعض عشرات الألاف من الجنيهات المصرية، ولكن هل يستطيع أن يتطور وينمو؟ هذا هو السؤال الهام. هل نستطيع أن نبدأ مشروع على نطاق ضيق ولكن هذا المشروع يستطيع أن ينمو ويتطور في المستقبل؟ هذا هو السؤال المحوري لابد أن نسأله إلى أنفسنا، ونستطيع أن نتحدث عن هذا الأمر لاحقاً بعد هذه الحلقة الدراسية. نتحدث أيضاً عن بعض المشروعات السابقة والدراسات السابقة لكي ننظر بالفعل إلى بعض المتطلبات المالية. نستطيع أن نتحدث لاحقاً عن بعض المتطلبات المالية financial requirements المطلوبة على سبيل المثال في البيوغاز، في الكومبوست. لكن الرسالة الأساسية هنا نبدأ صغير، بالفعل نستطيع أن نبدأ على نطاق ضيق ولكن واضعين نصب أعيننا إمكانية النمو. نبدأ على نطاق صغير ولكن واضعين نصب أعيننا إمكانية النمو والتطور. إمكانية النمو والتطور هو ما سوف يضمن لنا النمو والتطور وتوسيع نطاق أنشطتنا في المستقبل. حتى وإن كنا بدأنا على نطاق صغير، نستطيع أن نبدأ على نطاق صغير. كما قلت شركة برمودا بدأوا على نطاق صغير جدا جدا، ولكن اليوم يحققون إيرادات هائلة. أؤكد مرة أخرى للتذكرة، لابد من تحليل السوق، أيضاً تحديد إمكانيات النمو. نعم نبدأ على نطاق صغير ولكن نكبر ننمو النمو. نستطيع أن نبدأ على نطاق صغير ولكن نضع نصب أعيننا الخطوات المستقبلية التي تحقق لنا النمو وتطور. فإذاً ليس هناك أي ضرر أن نبدأ على نطاق صغير ولكن وضعين نصب أعيننا إمكانية النمو وتطور، إمكانية التطور وتقدم في المستقبل. تمام شكراً. أتفق مع حضرتك دكتور أحمد أنه ليس الأمر سهل أن نعثر على بعض التمويل المبدئي. معظم جهات التمويل، المنظمات التمويل، لا توفر تمويل أولي،
وهذا لسوء الحظ السيد فاندينج اللي هو بيقول عليه تمويل البذرة أو تمويل أولي، ده أمر تحدي ولكن هام للغاية. في إطار هذا البرنامج أيضا أن نقوم بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص لتوفير المنح وتوفير القروض والمنح في إطار سلاسل القيم المختلفة لتمكين الشباب من إطلاق شركات ناشئة صغيرة. هذا هو التحدي، التعاون مع المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير التمويل المبدئي، وهذا تحدي نسعى إلى التعامل معه. شكرا جدا جدا، متشكرين على المعلومات الهائلة والبرزنتيشن الهائل، وخصوصا حتى التعامل مع المستثمرين ومع investors with some investment network with the private sector to be able to mobilize the resources and also to get them ready to buy into your own company or to يوفروا لك التمويل اللازم اللي ممكن فعلا تبتدي به مشروعك. هل في حد من الشباب اونلاين عنده سؤال ولا طيب في اي سؤال ثاني؟ Miss Annachiara, thank you very much for your wonderful talk and presentation and the information that you have dedicated to us today. And we wish to see more of you in the future soon. أتمنى أن نستطيع أن نقوم بتنظيم مزيد من الندوات في المستقبل، وأأمل بالفعل أن هذه المعلومات تكون مفيدة للطلاب والطالبات. أأمل أيضاً أن تكون هذه المعلومات هامة للجميع. أيضاً لا تترددوا في التواصل معنا، أرجاء تواصلوا مع إذا كانت هناك لديكم أي أسئلة أو أي تعليقات أخرى، أو إذا رغبنا في التعرف على مزيد من المعلومات التي تناولناها في إطار هذا العرض، أو إذا رغبتم في الحصول على مزيد من الدعم لدعم الأنشطة التجارية الناشئة في قنا وفي الأقصر ولدعم الجميع. إذن مرة أخرى لقد سعدت كثيراً التحدث معكم، وأتمنى أن أراكم وجها إلى وجه في القريب العاجل. شكرا جزيلا وأتمنى لكم يوم رائع بقية اليوم. باي باي everyone. نراكم قريبا، مع السلامة. باي باي، مع السلامة، مع السلامة.